الأديان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار وجيزة بالقلب يصوغ تحفيزا والخير لأجل الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في بيان سورة الليل، ولازلنا نتحدث عن شيء من أسرارها ونبين شيئا من حكمها ومعانيها. يقول الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى. إن هنا للتأكيد أن سعي الناس وعمل الناس شتى، متفرق، مختلف. فهناك من يسعى في صلاح نفسه، وهناك من يسعى في شقائها، هناك من يسعى في نجاتها، وهناك من يسعى في إهلاكها. والذي يبين هذا من هذا قول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه بالإيمان، أفلح من زكى نفسه بالقرآن، أفلح من زكى نفسه بمراقبة الواحد الديان، أفلح من زكى نفسه باتباعه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، أفلح من زكى لسانه بذكر الله، أفلح من زكى جسده في العمل بما يرضي الله جل وعلا، وقد خاب من دساها. دساها أخفاها، دساها بالذنوب والمعاصي، دساها بالإعراض عن الله، دساها بهجر القرآن، دساها بعدم ذكر الله جل وعلا، دساها بالإعراض عما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولا يحسب الناس أن العمل هو الغاية التي تنتهي معها الأمور، لا، إنما هو بداية لمجازاة الناس بأعمالهم. فمن عمل خيرا يجازى عليه بخير، ومن عمل شرا يجازى عليه بشر. فمن سعى في هدى هداه الله في الدنيا وزاده توفيقا وهداه في الجنة وهداه في الآخرة إلى الجنة، ومن سار في الضلال في الدنيا فإنه يزيد ضلالة، وأيضا يكون مصيره في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص وأن يتلمس الأسباب التي يكون بها زكاة النفس ونماؤها وراحتها وطمأنينتها وانشراحها. نسأل الله أن يحققها لنا جميعا، لأنه والله إذا عاش العبد بانشراح صدر وزكاة نفس فإنه يعيش جنة الآخرة في الدنيا قبل أن يفارق هذه الحياة. وقد قال بعض العلماء: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما وجدوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله جل وعلا. آخر يقول: والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. هو شعر براحة وطمأنينة، فشعر أنه في نعيم عظيم، وقد لا يكون يملك من حطام الدنيا شيئا. المال عرض، الصحة عرض، الذي ينبغي أن يبقى ثابتا هو قلب الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد والعياذ بالله. وبالتالي قد يجد الإنسان المال
ولا ينشرح صدره، وقد يكون فقيرا ولا ينشرح صدره، لا علاقة لها بهذا، لأن هذا عرض. الذي له علاقة بالأمر هو أن يكون القلب خاضعا مستسلما منقادا منيبا لله. نسأل الله أن يحققها لنا جميعا. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فأما من أعطى واتقى. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس في سعيهم وفي عملهم شتى، مذاهب شتى، منهم من يسعى في خير ومنهم من يسعى في شر. بعد هذه الآية أتى ليبين ما هو الخير الذي يجب أن يسعى له الناس وما هي عاقبته، وما هو الشر الذي يجب أن يبتعد عنه الناس وما هي عاقبته، وإنما ذكر نماذج منها لتدل على غيرها، لتدل على غيرها. فقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى. هذا تفصيل للإجمال الذي كان في العمل والسعي الشتى الذي ذكره الله في الآية التي قبلها. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، كان أبو بكر يعتق الناس قبل هجرته إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتلمس الفقراء ويتلمس العبيد والضعفاء الذين لا يستطيعون الفكاك بأنفسهم فيشتريهم ثم يعتقهم رضي الله عنه وأرضاه. أتى إلى بلال الحبشي يعذب ويجر في رمضاء مكة، ويطلب منه أن يكفر بالله، أن يقول كلاما سيئا عن رسول الله، وهو يكرر أحد 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 أحد، حتى أتى إليه أبو بكر رضي الله عنه فطلب فداءه بمال كبير، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه ثم اعتقه. فقال أمية بن خلف وهو يريد، لأن بعض الناس يريد أن يدخل الحزن في قلوب الآخرين، فأراد أن يدخل الحزن في قلب أبي بكر بهذا المال، قال: يا أبا بكر والله لو أبيت إلا بمال أقل لدفعته إليك. لكن هذا الكلام لا يؤثر في إيمان أبي بكر، لأنه ما أخرج هذا المال إلا لله سبحانه وتعالى، قال: والله لو أبيت إلا بأكثر لبذلت، والله لو أبيت إلا بأكثر لبذلت. هذه النفوس التي تخرج هذا المال طيبة بها نفسها، تريد ما عند الله والدار الآخرة. وأعتق رضي الله عنه وأرضاه جارية بني مؤمل، وأعتق جارية فلما أعتقها عميت، فقال المشركون: أذهبت اللات والعزى ببصرها. فقالت: والله ما أذهبت اللات والعزى وما هي بقادرة، ولكن الله الذي فعل وهو الذي سيعيد إلي بصري. فأعاد الله جل وعلا لها بصرها. أتى إليه أبو قحافة والد أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا بني إني أراك تعتق هؤلاء، فإن كنت لابد فاعلا فأعتق رجالا أقوياء ينفعونك ويعينونك ويحمونك. فقال: يا أبتي إنما أبتغي بذلك وجه الله، أنا لا أريد بهذا الاعتاق مصلحة لنفسي، وإنما أريد ما عند الله والدار الآخرة. فيا الله، ما أعظم هذه النفوس، وما أجل هذه القلوب، وما أرقى هذه الأفئدة التي تخلصت من شهواتها ورغباتها والنفس الأمارة بالسوء وملاذ الدنيا، ليبحث غاية ما يريده هو أن يبحث عن رضا ربه سبحانه وتعالى. فقال: والله إن قال إنما أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فقيل إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأعتقد أن موقف الصديق رضي الله عنه ينبغي لنا أن نتأمله كثيرا، أن يحرص المسلم على البذل في أوجه الخير والإحسان، وألا يبخل بماله، ويعتبر هذا المال طريق يوصله إلى الله وإلى ما يحبه الله جل وعلا. وأيضا وهذا أمر في غاية الأهمية، أنه إذا بذل
ألا يكون لديه تردد ولا يكون لديه ضعف، بل يخرج هذا المال طيبة بها نفسه، يريد ما عند الله والدار الآخرة. نكمل بيان هذه الآية بإذن الله في لقائنا القادم. أسأل الله أن يعمر قلوبنا بطاعته ومحبته، وأن يرزقنا رضاه والجنة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان. جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.